نروح للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. اولا سياده الوزير نقدر نقول النهارده مره تانية مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ احمد، اهلا بك. سيادتك اطلقت على هذه الدفعه دفعه تاريخيه، ماذا يعني هذا الكلام اليوم؟ لا اعتقد في تغيير جذري في طريقه التعلم اللي تم تطبيقها من اول 2018 لما كانوا الاولاد اللي في الدفعه دي كانوا لسه في اولى ثانوي، وصدفتنا جائحة كورونا صعبت علينا كلنا الوضع، فهما كلنا تعبنا مع بعض في التغيير وفي التعامل مع جائحة كورونا والتعامل مع مصادر تعلم جديدة وطريقة تقييم جديدة. فهما الحقيقة يعني بذلوا مجهود وأولياء أمورهم بذلوا مجهود، وبالتالي دي أول دفعة تتخرج في العصر الحديث اتعلمت بطريقة تشجع الفهم والتطبيق وتحليل المعلومات، بيذاكروا من مصادر متنوعة مش بس كتاب الحكومة، بيردوا على أسئلة بنظام الكتاب المفتوح، بأسئلة بتقيس فعلا مهارات عليا في التفكير، وقابلوا بلاء حسنا جدا. وزي ما سمعت من الدكتور خالد نمرهم أدت إلى تخفيض الحدود الدنيا للتنسيق بشكل عنيف، يعني زي ما قلنا النهارده المرحله الاولى هو في علمي رياضه بتبتدي من 80% وعلمي علوم من 88 زي ما الدكتور خالد ذكر، وادبي من حاجه و60. فبالتالي ده بيغير فلسفه التعلم كلها، وعشان كده اتوقع دي احنا فخورين بيها ولازم فخورين بيهم كلهم الحقيقه اتعلموا بشكل جيد، وده المهم. سياده الوزير ان شاء الله يروحوا الجامعه يعني. ان شاء الله. هل نقدر نقول النهارده وداعا زمن ال 100%؟ اكيد يعني حضرتك شفت وما فيش حد في الدفعه كلها جاب 100% لا علمي ولا ادبي. اساسا يعني فهو في ادبي ما حدش جاب فوق ال 95 مش 100%. فكرة ان انا اقفل الامتحان دي طبعا مش موجودة، هي مش موجودة علميا، مش موجودة غير ان احنا يعني بنينا الاختراع ده عبر سنوات عن طريق يعني ان انا ابقى حافظ الاسئلة اللي جاية لي واقدر ارجعها، انما مفيش اسلوب تاني حقيقي ان واحد ياخد 100% في العربي ولا في الرياضيات ولا في اي حاجة. فهننسى ده من القاموس ونتكلم على ارقام حقيقية، عشان كده قلت احنا بنحاول نرجع للشهادة المصرية للثانوية المصرية وقرها زي زمان. لما نقول ان حد، انا اقدر اقول لحضرتك اللي جايب من اول 65 وانت طالع ده شاب او شابة متعلم تعليم جيد جدا، يبقى فخور بيه جدا. وبالارقام القديمة ال 60 او 70% دي كانت زمان 90 و95. حضرتك بتقول 65 جيد جدا؟ لا يعني احنا زمان كانت الارقام مختلة. يعني كان بحضرتك عندك 37% من الدفعة فوق ال 90%. يعني بتتكلم على 200,000 واخدين امتياز. وبتتكلم على عدد زيه كده بين 92 اللي هو جيد جدا. طبعا ده كان شيء مختل في جميع المقاييس يعني. فالتوزيع بتاع الدرجات مفروض يعكس الفرق الحقيقي بين مستويات فهم الطلاب لمخرجات التعلم. وبالتالي في العالم كله شكل الجرس المقلوب اللي احنا عرضناه النهارده ودي نتيجه السنه دي هو ده بالظبط. الامتحانات المعياريه ده دليل نجاح الامتحان انه يفرق. في ناس قالت لو تفتكر حضرتك بيستخدم كلمه صعب وسهل. ما هو صعب وسهل على مين؟ لما حضرتك تبص على الكيرف هتلاقي نفس الامتحان في ناس جايبه فيه نمر عاليه جدا وتدرج، في تدرج بقى وهو التدرج الحقيقي بين الطلاب. لازم نقتنع ان حتى لو انا عندي خمس ولاد مش هيبقوا زي بعض، كل واحد موهوب في حاجه وكل واحد له درجات من الفهم غير اللي جنبه، مفيش حد احسن من حد، ولكن ده عادي خالص. وظيفه الامتحان هو فرز هذه الفروق. فانما كلهم الحقيقه اتعلموا بشكل جيد جدا وادوا امتحانات جيده جدا في الظروف دي، واعتقد اللي وراهم في ثانيه ثانوي في اولى ثانوي هيعملوا احسن كمان لانهم راحت عنهم رهبه التغيير. اللي هو القلق اللي كان على مدى ثلاث سنوات اللي فاتت، الاسر النهارده حضرتك بتقول ربما يكون وضعهم افضل، لانه اوائل منهم بيتكلموا سياده الوزير على ما كانوش متوقعين يكونوا من اوائل الجمهوريه، كان ممكن يبقى المحافظه ولكن لقوا نفسهم اوائل الجمهوريه.
لان بنقيس حاجه تانية، بنقيس حاجه جديده، فهو تغيير في ذهنهم. والولاد مظلومه لان هم اتعلموا بالطريقه القديمه لحد الاعداديه، وحرموا الحقيقه من مهارات كان لازم نديها لهم وهم اصغر. فبس بنحاول نلحق ده قبل فوات الاوان، وهيبقوا سعداء ان احنا حاولنا قدر الامكان يعني نخلي السنوات بتاعتهم في الجامعه اكثر متعه بالمهارات الجديده اللي عندهم. الدور الثاني هيدركوها النهارده على فكره، بس هيدركوا ده بعد شويه. سياده الوزير، الدور الثاني قد ايه؟ عددهم قد ايه؟ هي النسبة النجاح العام 74%، يعني بالارقام اللي هي عندهم دور ثاني حوالي 159,000، وده رقم بتاع كل سنه تقريبا يعني. نعم. يعني مفيش تغيير عن السنوات اللي فاتت. هل نقدر نقول النهارده غيرنا ثقافه الشهاده الثانويه العامه؟ نقدر نقول دي البدايه؟ يعني انا عندي طالب النهارده بتكلم على تعليم جيد من المجموع، ان انا مديله تعليم كويس. يعني لو اي خريج ثانويه عامه راح يعمل انترفيو او مقابله شخصيه لعمل، صاحب العمل يرد على حضرتك ويقول لك لا، اللي جاي لي دلوقتي ب 80% في الشهاده دي اقوى بكتير من اللي كنت بشوفه قبل كده. فأنا بقول للولاد خليكوا فخورين بما حققتوا. فكرة المجاميع قليلة وكتيرة دي عشان بنقارنها باللي كنا متعودين عليه. اللي كنا متعودين عليه ده كان نظام فيه خلل كبير جدا. دلوقتي عادة الشهادة بتاعتنا احترامها ووقارها في عين اللي بنديله الشهادة، اللي بيقيم الشهادة، صاحب العمل أو الجامعة نفسها. وعشان كده الجامعة بتاخد، هتاخد، هتشوف حضرتك النمر اللي هتدخل الولاد سياسه واقتصاد واعلام، كليات صعب ادخلها وحقوق بارقام اقل كتير من زمان. فاللي جايب 60 و70 بحاول اقول له خليك فخور بنفسك، عندك تعليم كويس جدا. وبقول لاولياء الامور كمان ما تأنبوش الولاد باللي كنا متعودين عليه لو سمحتوا، يعني شجعوهم. النظام الجديد ظهر بعض السلبيات البسيطة جدا، هل إن شاء الله وإحنا بنتكلم دلوقتي نتلافاها بإذن الله إن شاء الله السنة الجاية؟ يعني رد على سؤال حضرتك أستاذ أحمد، يمكن دي فرصة نقول للناس يا ريت نثق في بعض أكتر، ويا ريت ما ننساش بسرعة اللي اتعمل في الثلاث سنين اللي فاتوا، وقد إيه كنا خايفين من حاجات تبين بعد كده إن الكهين ده مبالغ فيه جدا، وإن مش هي القضايا الأساسية. يعني نكمل المشوار، طبعا كلنا بنتعلم، ما فيش شهر الا وبنحاول نعمل احسن من اللي قبله. ساعات لما نغير الى الافضل الناس تحب تعذبنا معاها، يعني يقول لك لا دول متخبطين، دول بيغيروا رايهم. حبيبي الشيء الطبيعي ان احنا دايما نذهب الى الافضل. كل ما بنلاقي مشكله بنحاول نحلها وبنرصدها وبنشوف السنه الجايه هتلاقيها ما بتحصلش خالص. فبالتالي احنا في تعلم مستمر زيهم بالظبط، كل واحد فينا بيتعلم في كل سن وفي كل وظيفه بيعملها. فيا رب انا اسال حضرتك كل جوله هتكون احسن من اللي قبل. في تسريب لنتائج 2 امبارح، سيادتك عملت ايه في هذا الامر وازاي تم التسريب ده؟ بص يا فندم، ده قضيه تستحق برنامج خاص. القضيه الاهم، احنا اي حاجه بتحصل خارج اطار القوانين والاعراف يعني بنتعامل معاها. وعشان كده انا بس من غير ما ادخل باسماء ناس ولا حاجه، يعني احتراما للجميع، هنحقق في الامر ونشوف ليه حصل كده. ولكن النتيجه مش سر حربي ولا حاجه، ده مش امتحان بيتسرب كلمه يتسرب حتى. احنا كان ممكن ندوس على الزرار ونفتحها قبلها بيومين. فمش مهاره انا احاول. انا مشكلتي ليه احنا، وعاوز اسال الناس، نسال بعض لما نقول النتيجة يوم الثلاث، لماذا نسعى جميعا إلى معرفتها يوم الاثنين؟ ما احنا ممكن نستنى يوم الثلاث. إنما أصبح هناك نوع من التفاخر الاجتماعي، إنه عندي من السلطان أنا أقدر أجيب لك الشيء السري ده قبلها بيوم. مش تفرق في حاجة خالص، معرفتها يوم الاثنين زي الثلاث. وبالتالي كان ممكن نوفر على بعض جهد أنا لا أستطيع أصف لحضرتك مقدار التعب والإرهاق والضغط والإساءة اللي بنتعرض ليها لسبب صغير زي ده. يعني احنا المفروض نتكلم عن جوهر التعليم، ونتكلم عن ما حققناه، وعن ولادنا، وعن أشياء مهمة. مش احنا كنا عاوزين نتيجة وانتوا ما اديتوهالناش، يعني وإن واحد يجيله يحاول يحصل على النتيجة ويتفاخر بها على الملأ في عدم اكتراث بالآخرين.
فدي كلها يعني سلوكيات، هي يعني مش كل حاجة احنا كحكومة هنقدر نتعامل معها، لازم نتعاون مع بعض. احنا محتاجين نفكر في بعض السلوكيات ونسأل نفسنا احنا بنعمل كده ليه؟ يعني خلاص احنا ادينا ميعاد عشان نحترمه مش عشان نضربه. من نتيجة انا بقول هنزل رابط التظلم يوم الحد، مش لازم نسأل عليه يوم السبت. الحد انا قصدي الحد مش السبت ومش الاثنين كمان. فبالتالي لما نقول نتيجة يوم 17 خلاص احنا قلنا وتسألنا السؤال كتير. فحطينا الميعاد، لازم كل سنة في 48 ساعة اللي قبل النتيجة كل الناس عاوزة تحصل عليه. ده بيحط علينا ضغط في وقت احنا محتاجين الوقت، وبيسبب حزازات اجتماعية وناس تزعل من بعض والناس قالت اشمعنا وازاي دول خدوها وكده. ما هو هي مش ميزة، ما بيديلوش افضلية كونوا عرفها قبلها بيوم مش هتديله ميزة في التنسيق يعني. وبالتالي اهي دي الحاجات اللي احنا بنكبرها ونعمل بيها دوشة تغطي على الموضوع الاصلي. يعني بدل ما نتكلم جهد ثلاث سنين من الانجاز، لما نروح نفكر لثواني المنصات دي اتعملت ازاي ومين اللي عملها واتبنت ازاي، هل الدول التانية عندها زيها، هل الامتحانات دي اتبنت ازاي، الاسئلة نتكلم في حاجة مهمة. انما هو خد قبلي ولا مش معقول الحوار يبقى كده. فبالتالي طبعا السبق التسابق بين الصغار المحاضرين على اي خبر نحط فيه كلمة الثانوية العامة ما كانش مفيد. اي حاجة من دي نحط عليها عدسة مكبرة ونغلوش على الحاجة الاهم. فياريت كلنا نهدى ونفكر في الاهم. ايه الاهم؟ هو الولاد وتعليمهم ومستقبلهم. كل القضايا الصغيرة دي يعني لعله يكون درس ما نعملهاش في السنة الجاية من باب احنا هنحاول والناس تساعدنا. يعني يا جماعة اما نديكم ميعاد نلتزم بيه، ما نحاولش نتحايل عليه. كان سيادة الوزير التصحيح زمان في الماضي أربع قطاعات مش عارف قد إيه آلاف مراقبين ومصححين وغيره، النهاردة إيه الفارق؟ إيه اللي تم ووفرنا قد إيه في الأعداد حتى لو أنا بتكلم على أعداد التصحيح؟ لا موضوع التصحيح ده ملحمة كبرى يعني ملحمة هائلة. إحنا عشان الناس تبقى عارفة إحنا طبعنا 8 مليون بابل شيت. هذا الحجم من الأوراق بيتحرك من الجمهورية كلها ويتنقل بالطيران وبالجميع الوسائل إلى غرفة مركزية بدل ما كان بيروح كنترولات منتشرة في أنحاء الجمهورية. الكنترولات القديمة كان بيشترك في التصحيح فيها فوق 100,000 أستاذ المعلمين. طبعا في ظروف صعبة وبيباتوا وبيتنقلوا وبيبقوا تعبانين جدا في التعامل مع احنا حضرتك في 700,000 طالب وفي عدد من المواد بيخلي عندك 9 مليون ورقه امتحانيه تصلحها. فطبعا دي ارقام فلكيه انك تعمل بالايد. المره دي احنا استبدلنا ده بتصحيح الكتروني او نص، يعني مش الكتروني 100% 80-20 مثلا، لان في ورق البابل شيت ده ورق. لو كنا عملنا الامتحان على التابلت كان هيبقى الكتروني 100%. بس هو كده بتنقل ورق، ما دام بتنقل ورق بقى عندك مخاطره كل حاجة. الورق ده ممكن العربية اللي بتنقل الورق تتقلب، ممكن ورقة عيبة تضيع، ممكن حد يفتح حاجة. فالإلكتروني الكامل أكثر أمانا. ولكن نقلناه والغرفة المركزية اتعمل فيها سيستم إلكتروني، لازم كاميرا تخش تصوره، عدد السكانرز وعدد الكمبيوترز اللي بتتعامل مع هذا العدد 9 مليون بابل شيت تم السكاننج بتاعهم، اتمسحوا ضوئيا يعني. كمبيوتر بيعرف يصلح لوحده البابل شيت بالكامل. وبعدين هو اللي بيجمع ويطرح الدرجات. فهنا مفيش تدخل بشري. احنا عملنا محطات لقياس الجوده، عملنا مركز في مصر ومركز بره مصر. فبيجي لنا نتيجتين مش نتيجه واحده. يعني نفس البابل شيت ده بيتصلح في مصر وفي استراليا عشان بس تبقى عارف. وبيجي لنا نتيجتين. النتيجتين بيتضاهوا مع بعض لل 700,000 طالب في 11 ماده. وبعدين لو لقينا اي اختلاف بنطلع الورق ده ونعيد النظر فيه. ولو لقينا اي اختلاف في المسح الضوئي في اربع اشخاص منفصلين ما يعرفوش بعض، بيبصوا على الورقه وبيصلحوها. كل ده علشان
نريح الناس من انعدام احتمالية خطأ من أي نوع. وده مطلع نتيجة أكثر دقة طبعا وأكثر أمانا، وده اللي السيد الرئيس كان مصر إن احنا نعمله، هو التصحيح الإلكتروني. وبدل ما يبقى فيه 100,000 من المصححين، احنا كان عندنا 400 كل اللي اشتركوا في العملية دي بإشراف من جهات سيادية وأجهزة أمنية، محدش يقدر يدخل المكان ده على الإطلاق لحد ما النتيجة تطلع. وعشان كده النتيجة كانت في مكان آخر، مش في الحتت اللي كانت زمان الناس بتلجأ إليها لمعرفة النتيجة. هل سيادة الوزير، لأنه شفنا الأوائل البنات نسبتهم أكتر؟ هم البنات متفوقين بقالهم عدد من السنوات في التعليم العام والتعليم الفني، ظاهرة مش جديدة، ظاهرة محمودة وجيدة جدا ومنافسة جميلة وسعداء جدا البنات عندنا متفوقين كده. هل حضرتك اتكلمت معاهم الأوائل فاطمة وفريدة لا احنا يعني كل الموروثات القديمة بقى اللي احنا نعتمد النتيجة ونصور الاعتماد ونكلمه في التليفون، هنعملها بس هنعملها بشكل جديد ان شاء الله. هندعوهم الاوائل ويبقى معايا باذن الله يشرفنا نبقى في حضرة دولة رئيس الوزراء وهنقعد معاهم ونتكلم معاهم وندردش ونشوف احلامهم ايه وعملوا ايه ورأيهم ايه. فيعني هيحصل حاجات اكتر من التليفون التقليدي بتاع زمان. النهارده كان مهم بالنسبه لي ان يبقى صورهم محطوطه زي لوحه الشرف قدامنا، هي لوحه الشرف في المؤتمر الصحفي وعلى الانترنت تكريما ليهم الى ان نلتقيهم شخصيا. طيب فاطمه معانا الاولى علوم وفريده مؤمن، حضرتك بس سلم عليهم بارك لهم وبعد كده انا هجري معاهم الحوار. اتفضل سياده الوزير. لا مبروك، الف الف مبروك لفاطمه والفريده ولكل الاوائل. يعني نفسي اسمع بس احساسهم ايه ورايهم ايه بعد بقى ما خلصنا الثلاث سنين الصعبين دول. فاطمه مساء الخير، مبروك فاطمه وسياده الوزير مع سيادتك. الو اتفضلي. ايوه مبروك. الله يبارك في حضرتك. سياده الوزير دكتور طارق شوقي معاكي. تمام. قولي لي يا فاطمه، اولا الف مبروك و الله يبارك في حضرتك. وقولي لنا كنت متوقعه تبقي من الاوائل ولا لا؟ و وبتبصي لما تبصي لورا كده على الثلاث سنين تحبي تقولي ايه؟ هو انا كنت الحمد لله متوقعه ان انا اجيب مجموع كويس، بس ما كنتش عارفه اطلع من الاوائل ولا لا، يعني كانت مجرد بس حاجه نفسي فيها وخلاص. بس الحمد لله ربنا وفقني وطلعت من الاوائل. انا في حاجات فعلا عجبتني في النظام، ان احنا مثلا ما عادش في تلكيك على الاجزاء من الاجابه او تقدير مصحح او كده، دي من الحاجات اللي عجبتني. انما حاسه انك اتعلمتي تعليم كويس او بطريقه جديده دفعتك لانك تفكري في حاجات ما كنتيش بتعمليها في اعدادي مثلا. ايه؟ يعني في اسلوب جديد بالنسبه لك في التعلم في المرحله دي عن اللي كان بيحصل في المرحله الاعداديه؟ يعني مثلا مش مطالب مني ان نحفظ التفسيرات والنتائج والمقارنات والكلام ده كله، يعني انا اذاكر الدرس واكون فاهمه كويس وبعدين احل عليه اكبر كميه من الاسئله وخلاص كده الحمد لله اكون عملت اللي عليا في الجزئيه دي مثلا. لا هايل والله، وده بالظبط اللي كنا بنسعى اليه يا استاذ احمد. نعم. ويعني مبروك ليهم واسيبهم لك بقى انت. شكرا سياده. بشكرك مره ثانيه سياده الوزير دكتور طارق شوقي.